الو، ايه يا حبو؟ لا ما رضيش يدوني اجازه في الشغل بقى، خلاص نحتفل يوم تاني. انت في الشغل برضو مش كده؟ في الشغل؟ لبسوني لابسه في الشغل غريبه، مش ممكن. خلاص خلينا بكره بقى. ماشي يا حبيبتي، قابلك بكره. ماشي، باي باي. حبيبتي يا ايسو، هي دي الحاجات اللي ما تعوضش ولا بربع مليون جنيه. كنت متأكد انك بره. سربرايز! ايه ده؟ مين حضرتك؟ انا تهاني وعايزه بصله. تهاني مين حضرتك؟ عايزه بصله مين حضرتك؟ عايزه ايه بالظبط؟ شيماء جارتكم مغمى عليها. شيماء شيمو مغمى عليها؟ ايوه. اتفضلي حضرتك اتفضلي. فين؟ اتفضلي جوه في المطبخ، بنشيل بصل في المطبخ. خير شيمو، ايه اللي حصل؟ اتفضلي يا فندم. مغمى عليها. اتفضلي اتفضلي. فين حضرتك البصل؟ مش انا لو طلعت مش عارف بجد اجاوب حضرتك. متاكده ان هي عايزه بصل؟ لان هي بتاخد ادويه معينه وكده. ايوه يعني مغمى عليها اكيد بصل. اكيد اكيد. حضرتك دوري كده. ادور فين؟ ادور هنا. تاكلي تفاح؟ لا 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 لا، تفاح لا مش هينفع. تفاح مش هتفوق. لقيت بصل، لقيت بصل، لقيت بصل. الحمد لله. طب يلا طب يلا مين بقى يا عم؟ متشكره جدا. وانا اللي جاي اعمل لك مفاجاه، انت اللي فاجئتني. اسف يا اسراء. يا اسراء ما تفهميش غلط، انا ما اعرفهاش اساسا. وجاي تتعرف عليا النهارده يوم عيد جوازنا؟ ده انا استاذنت من الشغل وجايه جري عشان احتفل بيك النهارده، الاقيك جايب لها بلالين. يا حبيبتي ما انا كمان استاذنت من الشغل وجيت بدري ومليت لك البيت كله شمع ونفخ لك كل البلالين دي عشانك. ودي مين اللي نفخ؟ والله العظيم ما انا، والله ما انا، ده كل حاجه في البيت عليها اسمك. ايسو ايسو ايسو. بصي بصي يا لبسي، ايسو هي، انت ايسو، هي اسمها تهاني. وكمان عارف اسمها؟ انت بتخن انا يا وسيم؟ يعني العشر سنين اللي فاتوا دول ايه؟ كنت بتغشني؟ بتكذب عليا؟ وكمان جايب لها بلالين. حبيبتي ما بقتش عارف انت يعني متضايقه عشان بخونك ولا عشان جايب بلالين؟ انا ما بقتش عارف حاجه. خسرت البلالين وعشت السنين يا خاين. لا 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 يا اسراء، انت فاهمه غلط. وسيم عمره ما يعمل كده. انا اللي بخون شيماء، انا اللي خاين. بس يا مازو، ما تدافعش عن صاحبك اكتر من كده. انت انسان محترم وبيحترم مراته وبيصون بيته، ما تتكلمش عن المهزق ده. والله انا اللي مهزق، ده ما يعرفهاش، دي عشيقتي انا. انت عشيقه مين يا ماما؟ انا عشيقتك انت. اهي شيماء طبت علينا فبعتها تستخبى هنا. بتتكلم بجد والنبي يا مازو؟ ايوه. يعني وسيم ما بيخونيش؟ نيفر. انا اسفه يا وسيم، اسفه والله. انا مستحيل اخونك يا حب مهما شفت حلوين. انا بس نار غير عمتني، وانت عارف ان انا بحبك قوي. هات راسك ابوسها. اتفضل. استني عندك يا مدام. انت بتعمل ايه هنا يا سعدون؟ تعك من ورا ظهري تبقى عدوي. انت كنت فاكرني ايه يا مازو؟ برطمان بيجامه؟ انا فاهم كل حاجه. مدام اسراء، تهاني دي تبقى عشيد مستر وسيم ده. يا غبي، شفتهم كتير قوي مع بعض في المدرسه، وبالاخص في اوضه التدبير المنزلي، ومستخبيين ورا شوال البطاطس وهم فاكرين ان انا مش شايفهم، بس هم كانوا باظين من ورا الشوال. مش قادر اقول. يا خاين يا غشاش يا كداب. انا كسبت يا مازو. وانا خسرت يا وسيم. بره! اطلع بره! مش عايز اشوف حد! مش عايز اشوف حد! يا ايسو! يا ايسو! الأوضة كبيرة قوي، مش قادر أمشي بقى! على فكرة، أنت ظلماني وفهماني غلط! وبعدين ده أصلاً بتاع أنا! اتفضل اشبع بيه مع الهانم! البسهولها! ولا أقول لك لبسهولها! ما أنتوا الاتنين مقاس واحد! أرجوكي بس فهميني يا حب! ما تقوليش يا حبه! قولي يا غشه! قولي يا كدبه! على فكرة بقى أنا اللي زعلان. أنت آخر واحدة كنت أشك إنها تشك إن أنا ممكن أخونها أو أمشي مع واحدة تانية غيرها، حتى لو شفتيني معاها. أنا اللي زعلان، أنا اللي هلم هدومي بقى على فكرة. أنا لسه سايبة لك البيت وماشية عشان تشبع بيه مع عشيقتك. يلا يا ولاد. ولاد؟ ولاد إيه يا إسراء؟ أنا ولادي مش هيسيبوني. وأنا مستحيل أتخلى عنهم لو لحظة واحدة. كريمة لسه صغيرة. أيوة بس أكرم كبر. ممكن يقعد معايا وياخد باله من كريمه. ايوه بس انت بصت خلاص، مبقاش ينفع تاخد بالك حتى من اكرم. ايوه يا اسراء، بس انت مديرك في الشغل مش هيوافق انك تاخدي اجازه عشان تاخدي بالك من كريمه. انت بتدخلني صوتك؟ ماشي ماشي. انا كنت جاست بهددك بس. يا حبيبتي اسف. الحقك الحقك يا ايسو لو سمحتي، انا ما عملتش حاجه على فكره، حرام ما تظلمينيش.
طب افتكري بقى ان انت اللي هدمتي العش الجميل بتاعنا ده وفرقتي بين اخ واخته. ما تحاسبنيش على ذنب عملته انت يا حبيبي وما تلومنيش. منك لله. طب ايسو ممكن بوسك؟ ايه؟ ابوس كريمة بنتي. بوسي بابي يا كوكي. ممكن تكون دي اخر مرة تشوفيه فيها. مش عايزة تسيبك يا كوكا حبيبتي. افتكريني يا حبيبتي افتكريني. يلا يا كوكي. يلا يلا يا ولاد. هتسيبوني طب حد يقومني طيب على حبيبي يا اكرم حبيبي. بنت انا يا ابني كان مليان حب. والله مليان حب يا ايسو يا ايسو. وسيم خلني يا شيماء. ممكن اقعد عندك انا وكريمه كام يوم لحد ما اعصابي تهدى؟ ماشي تعال. الموضوع كبر قوي مع اسراء يا موسى. ممكن اقعد عندك في البيت كام يوم انا واكرم لحد ما اعصابنا تهدى؟ تعال خش خش. ده كتير قوي. العبط. يا حبيبتي ما تعمليش في نفسك كده. مين عارف مش يمكن مظلوم. انا مش فاهمه ايه العصبيه اللي انت فيها دي يا اسراء. وكان ايه جرى يعني؟ بعدين الست العقله المفروض تفوت. معلش انا هاخد اللحاف ده عشان معايا جاموستين جوه لازم يتغطوا. يا ما في بلاوي بتحصل من ورا الناس ومحدش بيرضى يتكلم. ولا ايه يا مازو؟ اعمل لك معايا شكشوكه يا حماتي. ميرسي يا حبيبي شكرا. ولا بسبوسه؟ عارف يا غانا بتحبي البسبوسه. لا سكرها تقيل على قلبي. ماشي يا سكر اظبطي. ها المفروض الست العقله تبقى مصحصحه وما تبقاش نايمه على ودانها. ما ده اللي انا بقوله لك. وبعدين يا هبله يخونك انت مع حد تاني احسن ما تبقي انت الحد اللي بيخونه مع حد تاني. انت بتكلمين انا شيماء؟ لا بكلم الحد التاني. وبعدين انت بالذات لو كان جوزك بيخونك وشفتيه؟ لا عادي ما هو خان. ولو برضو احساس الخيانه ما تشوفيها بعينك توجع. ما شفته بعناية وهو بيخوني مع البنت القلبوزه برضه. يعني انت شفتي جوزك بيخونك وساكته ما عملتيش اي حاجه؟ ده ايه البرود ده؟ ده انا كنت خايفه اقول لك عشان ما تتصدميش. شفتي؟ كل الرجاله كده لازم تفتحي لهم عينيك على كل حاجه بيعملوها. بس يا حبيبتي لازم تفوتي برضه. ايوه زي ما انا عملت بالظبط. لا انت تسيبي له البيت. ما ترسليك على حاجه يا ماما نعملها. انت تدي جوزك فرصه تانيه. ايوه زي ما انا عملت بالظبط. لا انت تدي له على دماغه. انا مش عارفه ازاي حبيت وسيم ده. وهو الحب يعني له سبب. كل حد في الدنيا من حقه يحب. اللي مش متجوز من حقه يحب. واللي متجوز يحب. واللي برضه متجوزه وعندها بنتين حلوين وجوزها ميت من حقها تحب. نعم. انت ترجعي لجوزك يا اسراء. يا ابني بقى ما تاخد ابنك جنبك يا وسيم. انا مش عارف انام. طب اقول لك حاجه؟ اقعد انا في بيتكم يومين على ما انت تقعد في بيتنا يومين. وطي صوتك يا مازو انت جاي في احلى حته في الاغنيه. ما انتوا بيتكم فاضي. بيتنا مش فاضي يا مازو ما تقولش كده. بيتنا مليان حب وذكريات وحنين وحنان وامان حاجات كتير قوي. وبعدين انت تخرس خالص. مش انت اللي اتسببت في اللي احنا فيه ده؟ يعني انت لهفت ال 250 الف في جيبك وكمان مش عاجبك؟ ده انت دمرتني نفسيا. انا ما كنتش عايز العب اصلا يا مازو انت عارف. انا فلوس الدنيا كلها ما تعوضيش عن اسراء وكريم. وانا وانت ايه يا حبيبي ما انت متلقح معايا؟ لا قصدي ماما وحشتني. وانا كمان يا حبيبي ماما وحشتني قوي. بس هنعمل ايه بقى؟ هي اللي اختارت تبعد. خلاص يبقى اشق طريقي وابقى مغني زيك. بس بيني وبينك يعني ما تقولش لماما. لا يا حبيبي ما ينفعش. اي حاجه ماما قالتها لازم تتنفذ حتى لو هي مش موجوده في حياتنا. انا اتخنقت منكم قوي. انا هقوم اكمل الاغنيه بره. قوم يا جحش انت نام مكان ابوك. قوم. انت هنا من امتى؟ عايز ايه تاني يا وسيم؟ انت وحشتيني قوي يا اسراء قوي. ممكن يا اسراء تديني فرصه تانيه؟ عشان تضحك عليا بكلمتين من بتوعك. ها مفهوم؟ وسيم عمره ما كان بتاع كلام وانت عارفه كده كويس. عشان كده خنتني صح؟ الو
مفيش شبكة عندك، الشبكة في السفرة بس. ألو. والله ما خنتك. والله ما خنتك. ما تزعقش أنا سامعاك. ما بزعقش. ما بزعقش ما بزعقش حبيبتي، والله ما خنتك. ممكن تطمنيني عليكي وعلى البنت؟ البنت كويسة. طب إسراء ممكن نطلب منك طلب وما تكسفنيش يعني؟ اتفضل يا وسيم. ممكن تصوري لي كريمة وتبعتي لي صورتها؟ لأنها وحشتني قوي قوي قوي. حاضر. مش عايزة عليك صورة بنت. تعالي يا حبيبتي. اسبدي شعرك يعني. عايزة صورة زي القمر. اضحكي يا نون. يا حبيبتي يا كريم، يا حبيبتي يا روح قلب بابا، يا حبيبتي. تعمل ايه يا وسيم؟ كريم وحشتني يا مازو قوي قوي. اه يا حبيبتي، كنت لسه شايفها معديه وراك داخله المطبخ. طب خلاص ما تزعلش، ما انت كسبت يا وسيم برضه. خلاص بقى حبيبتي. بص حبيبتي كبرت وبقت عروسه ازاي يا حبيبتي؟ يا ابني كانت لسه معديه وراك دلوقتي، هي بنفس اللبس. بنت يا كريمة هاتي البرطمان. روح قلب بابا، يا ترى عاملة ايه من غير بابا؟ بابا اهلا بيكم في لعبة اللعبة. انتوا دلوقتي وصلتوا من ليفل 5 والنتيجة 11 وسيم و6 مازو. مبروك يا وسيم ال 250، مع انك كسرت قلب إسراء يوم عيد جوازكم. يا قليل الأدب. عشان كده التحدي الجديد هيبقى هادف وبناء. مين فيكم اللي هيقدر يكون شخص مثالي لمدة 24 ساعة؟ يبقى شخص مهذب، بيحترم غيره، ما بيكذبش، ما بينافقش. شخص يساعد المحتاج وما يقولش لا وما بيعملش الغلط. واللي يعمل كده عارفين هيكسب ايه؟ هياخد ثواب كبير قوي. خلاص خلاص ما تخدوش 300,000 جنيه. اه صحيح، لازم تعيش حياتك الطبيعية، ما تحاولش تقفل على نفسك علشان تكسب. كل واحد يعيش يومه الطبيعي. تشاو. حرام بقى، حرام بقى، دي بتفصله عليك. اجيب انا مثالي منين؟ بتفصله عليا ازاي يا مازو؟ وانا كنت خاين يعني؟ بس بصراحه مثالي دي حتتي. تصبح على خير يا هبل.